هذا وقد أعلنت اللجان العامة المشرفة على التصويت في الاستفتاء على الدستور نتائج التصويت في 25 محافظة، حيث اكتسحت فيها نسبة التصويت بنعم وتجاوزت معظمها نسبة 98% من الحضور واللي أعلنوا موافقتهم على التعديلات الدستورية. في محافظة المنوفية صوت 1,205,479 شخص بنعم على الدستور، بينما قال 16,456 صوت قالوا لا، وبلغ إجمالي الأصوات الباطلة 30,307 من الأصوات. في محافظة الغربية بلغ عدد اللي بيوافقوا على الدستور بلغوا حوالي 155,000 على ما أعتقد، يعني ما يقرب من 1,551,093 صوت. أما الرافضون بلغ عددهم 21,083 صوت. وفي محافظة إنا بلغ عدد اللي صوتوا على هذا الدستور بنعم حوالي 396,410 صوت، بينما بلغ عدد المصوتين بلا 9,605 صوت. وفي محافظة سوهاج صوت بنعم على الدستور 574,797 صوت، في مقابل 16,699 صوت دول صوتوا بلا. في محافظة السويس بلغ اللي صوتوا بنعم 140,167 صوت بنسبة 98% تقريبا من اللي حضروا. أما غير الموافقين بلغوا 3,117، هذه النسبة حوالي 2% من الأصوات. في محافظة الإسماعيلية صوت بنعم 289,863 صوت بنسبة 96.7% في مقابل 5,807 صوت بنسبة 3.3%. في محافظة الغربية وافق على الدستور 1,551,093 صوت، أما اللي رفضوا بلغ 21,083 صوت. في محافظة الجيزة بلغ عدد اللي صوتوا بنعم على التعديلات الدستورية 1,459,201 صوت، بينما من رفضوا التعديلات الدستورية بلغوا 29,461 صوت. في الإسكندرية صوت بنعم 1,319,454 صوت، أما اللي رفضوا بلغ عددهم 20,995 صوت. بلغت نسبة الموافقة على الدستور حوالي 98.5%. في محافظة الفيوم بلغ عدد اللي وافقوا على هذا الدستور 370,802 صوت، بينما من رفض الدستور بلغ 12,582 صوت. في جنوب سيناء بلغ عدد من صوتوا بنعم 58,198 صوت، ودول بيمثلوا حوالي 94% من إجمالي الناخبين. أما عدد أصوات من قالوا لا بلغ 2,274 صوت. في محافظة القليوبية وافق على مشروع الدستور 990,212 صوت، ومن صوتوا بلا 16,101 صوت. في محافظة الشرقية صوت بنعم على الدستور 1,646,730 صوت، بينما صوت بلا 27,232 صوت. في محافظة بورسعيد بلغ عدد اللي بيأيدوا هذا الدستور 228,073 صوت، وبيقابلهم بلا 3,387. بلغت نسبة التأييد حوالي 98.6%. في محافظة البحر الأحمر بلغ إجمالي عدد المصوتين بنعم 75,375 صوت، وصوت بلا حوالي 2,002 صوت. وصلت نسبة المصوتين بنعم 96% اللي وافقوا على التعديلات الدستورية. أما في محافظة أسيوط أصفرت النتائج الأولية لفرز لجان الاستفتاء عن تصويت 521,505 صوت بنعم مقابل 20,501 صوت بلا. في محافظة سوهاج بلغ عدد من صوتوا بنعم 579,897 صوت، ده في مقابل 16,478 صوت بلا.